بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة عن حاجة اسمها التيم بيلدينج، ازاي تبني تيم عشان يعمل اي تاسك. في السوفت وير اندستري عموما ما بحدش بياخد تاسك او بروجرام او بروجكت لوحده، لازم يكون وزن تيم، يعني في خلال فريق او مجموعة عمل. يعني في شركات بتدي البروجكت الخمسة مع بعض، لازم يكون الخمسة السكيلز بتاعتهم مختلفة ومهاراتهم مختلفة. فالسؤال اللي احنا بيتكلموا عليه في السوفت سكيلز اللي هي ازاي هنختار التيم وازاي هنحدد الكاركتر بتاع كل واحد في التيم وازاي مراحل اختيار التيم هتمر بايه. بداية يعني لو تركز شوية تلاقي الصورة اللي قدامك دي، تيم اهو بيحاول يعمل تاسك معينة لجول معين، حتى الكالرز بتاعتهم مختلفة، فهي معبرة ان هم لازم يكونوا مختلفين في السكيلز عشان يحصل حاجة اسمها انتجريشن او تكامل بين المهارات بتاعتهم. يعني المفروض ما يكونش في سيميلاريتي ما بينهم، ما يكونش في تشابه، يكون في اختلاف، والاختلاف ده بينتج عنه حاجة اسمها الانتجريشن أو بينتج عنه حاجة اسمها التكامل عشان يحصل يعني كفر، يعني تغطية لكل التاسكز المطلوبة منه. طيب يبقى إذا المحاضرة عن التيم بيلدينج اللي هي أسلوب بناء التيم، وإزاي أختار التيم ممبرز، وإزاي أعرف التيم ليدرز الليدر، وإزاي يكون في جول، وازاي ايه بقى اثناء بعد تكوين التيم، ايه المراحل اللي بيتم بيها الستيجز او المراحل اللي بيتم بيها التيم ده. هو ده اللي هنعمل له تغطية في المحاضرة دي او السيشن الصغير ده. طيب يبقى اذا احنا هنتكلم عن التيم بيلدينج اهو. ايه بقى الكونسبت، ايه هو التيم وورك والتيم بيلدينج؟ التيم وورك هو كونسبت اوف بيبل وركينج توجذر از ا تيم. التيم وورك هو مبدأ ان الناس تتعاون مع بعض عشان تشتغل مع ما تفتكرش ان مثلا اللي انشا الويندوز او السوفت ويرز الكبيره اللي زي دي واحد ولا اتنين، ده جروبز او مجموعات من العمل اتعاونوا عشان ينشئوا حاجه ضخمه زي كده. فيبقى معنى كده لازم احنا ناسس لكونسبت اللي هي تيم وورك او ان البيبول وركينج توجذر از تيم. يبقى في كونسبت مهم قوي لازم نتعلمه، ان احنا لازم ازاي نعمل تيم وورك ونرسخ هذا المفهوم في الهيومن ريسورسز اللي عندنا، في الموارد البشريه اللي عندنا. خد بالك المورد البشري هو اهم مورد، يعني لما نيجي نعمل اناليسز لاي بروجكت بنلاقي فيه موارد ماديه ومعرفيه وتكنولوجيه وموارد بشريه. اللي بيعول عليه في الديفلوبمنت هو المورد البشري. فهو انا لو عملت ديفلوبمنت للمورد البشري الدنيا هتتطور، طورت كل الحاجات التانية وسبت الهيومن الدنيا هتوقف. فيبقى معنى كده ان التيم وورك بيقول لك ايه، ده كونسبت اوف وركينج توجذر از تيم. طب بيعرف حاجه اسمها التيم بلاير. التيم بلاير اللي هو عضو في التيم، يعني التيم بلاير از سام وان هو از ايبل تو جيت along with their colleagues، يعني يكون عنده قدره انه يتعاون مع الاخرين. colleagues يعني زملائه أو آخرين، and work together to cohesive group، يعني في مجموعة متماسكة. يبقى في team work وفي team player وفي team building. إيه بقى الديفينيشن بتاع team building؟ اللي هو ال process of establishing، هي عملية تأسيس، and developing a greater sense of cooperation، يعني عايزين نعمل team يكون عنده greater sense of cooperation، عنده قوة التعاون اللي ما بين بعض، ليتك سنس اوف كولابريشن اند تراست بتوين ممبرز، وثقه بين الاعضاء اللي في التيم. يبقى هو بيعرف لي ثلاثه ديفينيشنز كده مهمين، ايه معنى كلمه التيم وورك، ايه معنى كلمه التيم بلاير، ايه معنى كلمه التيم بيلدينج. الاقسام في الشركات دي تعتبر تيم، وممكن انا اكون جروبز في نفس القسم مثلا يعني. فبيقول لك التيم وورك بيقول لك ايه، لو انت عايز تتدرب على التيم وورك عندك اليمنت اهو، اليمنتس اهو، مجموعه من الاليمنتس. بيقول لك من فضلك كرييت ستوري للاليمنت دي، بيقيس قدرتك على الكرياتيفيتي، ازاي توظف اليمنتس متناثره اهي في انك تعمل ستوري كامله من الاليمنتس اللي هي فيها اختلاف كبير زي كده.
دي بقى قدرتك كمانجر انك تقدر او تيم ليدر انك تقدر تعمل حاجه زي كده، تستغل الريسورسز وتنظم التيم بحيث انك تعمل برودكت. Why should be a team? We will be a team. ليه لازم احنا نشتغل في هيئة تيم؟ يقول لك when staff use their skills and knowledge together, the result is a stronger agency that can fulfill its mission. يعني لما يبقى في تعاون جماعي بين التيم ممبرز وبعضهم، المهمة هتبقى أقوى، الناتج هيبقى أقوى. فبيقول لك لو احنا استخدمنا المهارات والمعرفة، خد بالك اي منتج بيجي بحاجتين، سكيلز ونولج، مهارات ومعرفه. وممكن انت ما بتملكش كل الحاجات دي، تملك جزء وفي جزء اخر مش عندك. ف هنكمل لان كان حصل قطع في الشير. هنكمل تاني في التيم بيلدينج. فبيقول لك ايه، واي وي شود بي تيم، ليه عشان هنكون تيم. احنا هنكمل التيم. يقول لك ايه، وين ستاف يوز سكيلز تو نولج توجذر ذا ريزلت از سترونجر. اكيد النتيجه لما احنا نشتغل مع بعض النتيجه هتبقى اقوى واعلى في في البرودكتس، لان احنا محتاجين سكيلز ومهارات ومحتاجين معرفه في نفس الوقت. طيب هاو داز ا تيم ورك بيست، ازاي التيم ممكن يشتغل في احسن حالاته؟ يعني التيم ممكن ينجح وين اتس ممبر هاف كوميتمنت تو كومن اوبجكتيفز، يعني موافقين على هدف واحد او بيشتغلوا من اجل هدف واحد. يبقى في كومن اوبجكتيفز، ممكن اكتر من اوبجكتيف. يعني لازم أديفاين رولز أند ريسبونسابيلتي، لازم أعرف كل واحد رول، يعني دور ومسؤوليات. لازم كل واحد يكون ليه دور وعليه مسؤولية، لازم كل واحد فينا يكون ليه دور وعليه مسؤولية. إفكتيف ديسيشن سيستمز، لازم يكون في عملية اتخاذ قرار فيري إفكتيف يعني من التيم ليدر، ولازم يكون في كوميونيكيشن بين التيم ممبرز، ولازم يكون في ورك بروسيديرز يعني إجراءات للعمل. ده كلام مهم. يعني التيم إمتى ينجح؟ لما يبقى في commitment to common objectives. لازم أديفاين roles و responsibility، أعرف كل واحد دوره إيه ومسؤولياته إيه لو مسؤول عنها. لازم لازم يكون في effective decision making systems، لازم يكون communication procedure معين، ولازم يكون في work procedure، ولازم يكون good personal relationships، لازم يكون في علاقات شخصية جيدة بين أعضاء التيم. ده أكيد. يعني التيم مورالز، يعني وضع التيم بيعتمد على ايه، على السبورت اللي جاي للتيم، الريسورسز المتوفره تحت ايده، الكوميونيكيشن ما بين اعضاء التيم، البيرسوناليتيز، الحاجات الشخصيه المتفقه على التيم. يبقى البرودكتيفيتي تعتمد ايه، على الدعم سواء المادي او المعنوي، الريسورسز المتوفره، الكوميونيكيشن، البيرسوناليتيز. التيم وورك سكيلز، يعني في مهارات مهمه قوي لازم تتوفر عند كل واحد عايز يشتغل تيم وورك. لازم يكون عنده قدره للاستماع، يسال، يقنع، يرسبكت، يهلب، يشير، يبارتيسيبيت، يشارك، يشير ويشير، يشير لو عنده نولج يشيرها مع الاخرين، يشارك في حل اي مشكله، يساعد، يرسبكت الاخرين، يكون عنده يسال، يلسن. واهم مهاره هي الليسننج. ايه بقى مراحل الستيجز ان ذا تيم بيلدينج؟ هي الفورمينج، دي بقى كلام مهم شويه، الفورمينج، الستورمينج، النورمينج، البرفورمينج. تكوين التيم، الستورمينج دي المرحله الثانيه، النورمينج اللي هي المرحله الثالثه، البرفورمينج المرحله الرابعه. تعال نشوف بقى في المرحله الاولى. احنا بقينا نتكلم دلوقتي في التيم بيلدينج، ازاي نبني التيم. المرحله الاولى هي الفورمينج. التيم بيديفاين، لازم في التيم نعرف البروبلم، وبعد كده ان اجري اون جولز اند فورمليت استراتيجيز فور تاكلينج تاسكس. لازم نعرف الاهداف بتاعت التيم ايه، وبعد كده نحدد التشالنجز، ايه الحاجات الصعبه اللي بتواجهنا، ونتعرف على الانفورميشن نيدد، ايه المعلومات اللي المفروض ان احنا نحصل عليها عشان نقدر نحل المشكله اللي احنا شغالين فيها كتيم. لازم نعمل individual take on certain roles، لازم اعمل دور لكل واحد في اعضاء التيم.
لازم ديفلوب تراست، لازم يكون في عمليه بناء ثقه وطريقه للاتصال بين اعضاء التيم. التيم رولز، اول واحد بيبقى الليدر، ده شغل ليه بعض المهام، لازم انكورج اند مينتين اوبن كوميونيكيشن، لازم يعني يأكسبت عمليه الاتصال المفتوح، لازم يليد باي سيتنج جود اكزامبل، لازم يكون هو مثال كويس للاخرين، لازم يموتيفيت التيم ممبر، لازم يموتيفيت يعني يحفزهم، لازم يساعد هيلب ذا تيم فوكس اون ذا تاسك، لازم يفاسيليتيت البروبلم سولفينج اند كولابريشن، لازم يمينتين هيلثي جروب داينامكس، يعني الجروب ما يبقاش نايم زي ما بيقولوا، لازم ينكورج الكرياتيفيتي، لازم يشجع الابداع والديسيشن والريسك تيكينج وعمليه اتخاذ القرار، لازم يريكوجنايز اند سيلبريت تيم ممبر كونتريبيوشنز، يعني لو حد ساهم في حاجة جديدة لازم يسيلبريت ولازم يتعرف عليها وهكذا. في اذر التيم لازم يكون في انيشيتور اللي هو الشخص اللي هو بيسجست نيو ايديا، لازم يكون في شخص اسمه ريكوردر اللي هو بيسجل الايدياز اللي بيقولها التيم ممبرز، لازم يكون الشخص اللي هو تو لوك فور بوتنشال فلوز ان ايديا اللي هو البلاك هات، يعني الديفل ادفوكيت السيكباتيك اللي هو بيبص بنظرة سوداوية لكل الأفكار ويديك النقد بتاعه عشان نناقشه، ولازم يكون في واحد متفائل، لما يبقى في واحد هيبقى متفائل اللي هو بيقول لك ايه، هو tries to maintain positive frame of mind، تايم كيبر الراجل الملتزم بالوقت، الجيت كيبر البيرسون هو انتو انشور ذات ايتش ممبر جيفز انبوت اون ذا ايشيو، اللي هو الشخص اللي هو بيسمرمايز الليست اوف اوبشنز اللي بيلخص، دي ادوار مهمه في التيم ممبرز. فروم انديفيدوالز تو جروب فورم، يعني في ناس شغال بيقول لك ايه ثينكر، واحد فيلرز، واحد بيعتمد على شعوره، واحد بيعتمد على احساسه، واحد لازم احنا نحاول نساعد نفهم الناس بتوع الناس الاشخاص اللي هم تيم ممبرز، يعني بيقول لك ايه لازم هيلب ممبرز اندرستاند ايتش اذر، لازم نحاول نفهم كل واحد من اعضاء التيم وبعضهم. relevance to teams، في واحد اللي هو الانترو انتروفيرت، وفي حاجه اسمها الاكستروفيرت، اللي هو في فرق بين في شخص بيبقى انتروفيرت need to time to process great concentration، ده بيركز كتير، يعني ده شخص داخلي ده شخص خارجي، ده خارجي لان هو need to think aloud، ففي الاشخاص ممكن تكون اكسترا فيرتس وانتروفيرتس. انتروفيرتس دي اللي هي دي الكاركترستكس بتاعته، لا ياخد وقت في البروسيس، عنده جريت كونسنتريشن بيقدر يركز، may not be heard ممكن مش بيسمع لك او مش مركز معاك، انما الاكسترافيرت ده اللي هو need to think loud بيفكر بصوت عالي، بيقدر يشرح، دي الفرق بين الشخصين، يعني ده كل حاجة زي ما هو الصورة كده في دماغه، ده كل حاجة بره. فهو بيقول في شخص تاني اسمه الان ده اللي هو بيكون عنده global pictures، بيسي connection ما بين يعني بيشوف الجلوبال فيو، make mistakes in carrying out plans، انما السنسور ده بيبقى مي ميس بيج بيكتشر، ده بيبص على لوكال، يعني ده شخص لوكال ده شخص جلوبال، بيبص على الموضوع ككل، ده بيبص على زي ما بيقولوا تحت رجله، ده ثينج، ده راجل بيعتمد على الفيلينج، ده راجل ده اشخاص وده بيعتمد على التفكير، دي مهارة ودي مهارة، يعني الاشخاص مش كلهم زي بعض على حسب في واحد في بريسيفرز يعني always ده want more knowledge يعني بيدرك، إنما ده بيجادج وبياخد القرار بطريقة عادلة. والله لو أنت عايز تعمل personality test ممكن تخش الويب سايت ده
وتحاول تعرف البيرسوناليتي بتاعت كل واحد في التيم، هل هو انه واحد من الاشخاص اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. المرحله الثانيه الستورمنج، بيقول لك during storming stage team members realize the task is more difficult than they imagine. بيبقى في fluctuations in attitude لان هم في مرحله التارجح storm، يعني maybe resist to the task، ممكن لما تدي له task resist في الاول، بيبقى عنده poor collaboration. يعني بعد ما تكون التيم في بدايه التيم بتحصل مشكله لان التيم مش واخد على بعضه، مش متعود على التاسك، مش فاهم القصه، دي بيسموها مرحله الستورمنج. فالستورمنج في لو مشاكل حصلت في الستورمنج، في مرحله الستورمنج يعني هتلاقي ان ممكن يكون do we have a common goals objective، ما عندناش common goals. ستورمنج يعني صراع شويه بين الناس، شد وجذب بين الناس، تاخد التيم ناحيه اليمين والناس تاخده ناحيه الشمال، فدي بيبقى فيها struggle شويه، فممكن يكون في مشكله في الكوميونيكيشن، ممكن يكون ما احناش متفقين على الرول والريسبونسابيلتيز، لازم يكون في مشكله في الانتر بيرسونال سكيلز لو في حصلت مشكله في مرحله الستورمنج. فممكن تعمل نيجوشيشن او تفاوض عشان تحل موضوع الستورمنج ده، او تعدي من مرحله البدايه دي وتادريس البروبلم اللي انت واجهتها في الستورمنج. المرحله الثالثه اللي هي النورمنج بقى، اللي هي خلاص الناس اختاروا بعض واتفقوا وتسارعوا، بعد كده هديوا شويه، فهيحصل حاجه اسمها النورمنج during the stage members accept their team. بيقبلوا بقى الفريق بتاعهم كل الاعضاء اللي فيه، بيقبلوا الرولز والبروسيدرز اللي موجوده في التيم، بيعرفوا دورهم في التيم. بعد كده بيبقى بيرايز ان احنا لازم نشتغل مع بعض علشان الدنيا تمشي. اثناء بقى المرحله دي بيبان البيهيفيرز، بيبان اذا كان في منافسه ولا ما فيش. لازم اثناء المرحله دي يكون في كونستراكتيف فيدباك، يعني تدي للتيم ليدر فيدباك عن كل تاسك وعن كل ممبر في التيم عشان يقدر يحكم على التيم ممبرز اللي هو بيليد عليهم. الكونستراكتيف فيدباك ممكن تبقى مسجز بتوين التيم ممبرز والتيم ليدر. لما انت تريسيف الفيدباك لازم تلسن كيرفولي وتاسك كويشنز للتوضيح، وتعمل اكنولج الفيدباك، وتعمل اكنولج للفاليد بوينت، وتيك تايم تو سورت اوت وات يو هيرد. ستيب رقم 4 اللي هي بتتكلم عن التيم ممبرز اللي هي البرفورمنج، ان بيبقى بقى اعتاده ان هو ايه جين انسايت انتو بيرسونال اند تيم بروسيس، بيتر اندرستاندينج of each other's strengths and weaknesses. كل واحد هيفهم الاخرين النقط القوة ونقط الضعف، هيبقى عنده ability to prevent work through group conflict and resource differences. دي المرحلة بتاعت التأدية العادية. ال commitment to share goals دي حاجة مهمة قوي عشان التيم يشتغل together يعني. وبدأنا نتكلم ان في حاجات عشان تعمل سكسسفول تيم لازم يكون عندك effective system and processes، لازم يكون في clear communication، يعني يقول لك ان احنا تيم اهو، زي ما تعاوناش ما كانش الشخص ده يوصل للمستوى الاعلى ده العالي، لان لو ما كل دول ما تعاونوش باشكال ما، ما كناش وصلنا للليفل ده اكيد يعني، لو كل واحد اشتغل لوحده. برضه ده مثال على ان في مشكله حصلت في التيم ورك ده، ان ما كانش في effective communication. دول تيم واحد بيشتغل من جنوب واحد بيشتغل من الشمال، لما جه يحصل الكونكشن لقوا ان في مشكله في الكونكشن ما بينهم. دي برضو ده يعني بيقول لك every team member can help، كل واحد ممكن من التيم ممبرز يهلب عشان يحقق التاسك المطلوبه. برضو دي شويه امثله كده بتفهمني ايه معنى فكره التيم بيلدينج او التيم ووركينج. هو يعني لو انا مثلا الثلاثه دول ما تعاونوش، ما كانوش عدوا هم الثلاثه الجاب دي، لو كل واحد حاول يشتغل لوحده ما كانش هنقدر نعدي الجاب اكيد يعني. وبدانا everyone has to hang in there، كله بقى متشابك مع بعضه بيعملوا خطوة واحدة. ده عن صورة توضح الكولابريتيف ووركينج. شكرا، ودي آخر سلايد في التيم بيلدينج. كده انتهت المحاضرة بتاعت التيم بيلدينج، وألف شكر.